كامبون يعني في السياق الكل كيعرفوا هو ديال الهجوم على الوظيفه العموميه او الهجوم على قطاع التعليم بشكل عام. الكل كيعرف هذه الحقيقه، هذه ليست حقيقه ديال 2021 بل هي حقيقه تعود الى سنوات طويله. يعني لو بغينا نرجعوا خصنا نرجعوا للميثاق الوطني للتربيه والتكوين وصولا الى ما يسمى بمخطط المشؤوم ديال التعاقد وصولا الى المذكره الاخيره او القرارات الاخيره ديال بن موسى. نحن اليوم كطلبه مجازين حاصلين على الشوائع الاجازه، حاصلين على الشوائع في الاجازه الاساسيه والاجازه المهنيه، نطالب يعني بالوظيفه التي يعني من حقنا ومن حق ابناء الشعب المغربي. تحيه نضاليه. اليوم نورمالمون كان عندنا احنا دوا صحافيه على هذا المستجد ديال اعتقال الرفيقه فاطمه الزهراء ولد بلعيد، وتبرمج فيها بانه يكون حوار وكاين مداخلات ديال الاساتذه على هذه القرارات العشوائيه اللي صدر الوزير ديال التعليم شاكيب بن موسى بخصوص الانتقاء وبخصوص الشروط ديال الولوج لمباريات التعليم، وايضا القرارات ديال الانتقاء اللي هي هذه القرارات هذه كتهدف لاقصاء العديد من الشباب اللي هما على اوج التسجيل في المباريات ديال التعليم. وهاد القرارات هادو اللي هما اصلا هما قرارات اقصائيه عموم الشعب اللي حنا كنعرفوا باللي ان المدرسه العموميه مؤخرا او لهاد السنوات الاخيره رجعت كتعاني واحد المشكل اللي هو التكوين او الاعداد ديال الطلبه والتلاميذ. يعني رجعت كتكرس لنا التكليخ والتجهيل في الصفوف ديال التلاميذ والطلبه، وهذا الشيء هذا راه كينعكس دابا. يعني هما كيحدوا لك ان خصو يكون عندك الميزات باش تدخل من هاد المباريات هادو، مع العلم ان المدارس العموميه راه ما كيحصلوش عليها الميزه، حيت راه اغلب الفئات اللي كيقراو فيها اللي هي فئات ضعيفه. وفي نفس الوقت هادشي هذا راه هو في مصالح ديال البرجوازيه. علاش؟ اللي هما هاد النفق هذا ديال هاد الثقب ديال التعليم او لا ما هو مرتبط بالعموميه راهم خصهم يدخلوا له الخوصاصه، وباش يدخلوا له الخوصاصه يعني يفرضوا عليك شروط. لهاد الشروط هادو هي تخليهم ان اب دو واحد الاسره اللي عنده ثلاثه او اربعه العواول وباغي يقريهم باش يستافد منهم مستقبلا، وعارف باللي ان التعليم في المدرسه العموميه راه تعليم مستوى ديالو ناقص، يعني يتوجه للمدرسه الخصوصيه. وملي يتوجه للمدرسه الخصوصيه هنايا يكون ديك الشيء اللي كيخططوا له ديال انهم خصهم يستافدوا من هاد المخططات هادو، اللي هما خصهم يضربوا المدرسه العموميه والجامعات العموميه. وهنا كيكرسنا بزاف ديال الامور اللي هي البطاله في صفوف الشباب اللي هما على اوج العطاء، وكيقول لك باللي ان واحد طالب موجز في واحد الشعبه او لا عنده اجازه اساسيه في واحد التخصص كيقول لك باللي ان 30 عام راه هو ماشي العمار ديال العطاء. وحنا كنشوفوا ان في البرلمان والوزراء واللي كيسيروا العمالات والرؤساء ديال البلديات وديال الولايات راه اغلب ديالهم اللي هما شيوخ، يعني السن ديالهم راه ما كيسمحش. اذا كنا حنا نمشيو بالمنطق ديال ان 30 عام الفوق راه نورمالمون تقاضى، راه هما تقاضوا شحال هذه بالحق باقي مستمرين في العمل ديالهم.